مشتقة فقط للجذر التربيعي، يعني هاي حصرية، هاي عليها كوبي رايت الطريقة، ممنوع النسخ. مشتقة الجذر التربيعي هي مشتقة الداخل على 2 في 2 ضرب الجذر نفسه، الجذر نفسه. كيف يعني؟ هسا هذا لما اجي اشتقه شو بعمل؟ بكتب جي برايم للاكس وتساوي. باجي اخواني طلعوا حسب القاعدة، لما يكون عندي جذر تربيعي كيف بعرف انه جذر تربيعي؟ لانه ما في رقم هون، لما ما يكون في رقم بكون 2، 2 يعني تربيع. كيف اشتقه؟ مشتقة الداخل، ايش الداخل معي هون؟ والله بتحكي لي الداخل يا استاذ هيو اكس تربيع ناقص 3، اشتقه بصير 2x، والثلاث ما هي مشتقتها صفر. على طلع القاعدة 2 ضرب الجذر نفسه، بجيب رقم 2. هسا في طلاب تستغرب، طب 2 من وين جبتها هاي اللي تحت؟ هي هيك القاعدة. كيف اسمك محمد، اسمك علا، اسمك محمود؟ رقم 2 عادي. ضرب الجذر نفسه، الجذر نفسه بكتبه هيو اللي هو اكس تربيع زائد 3. خلص اشتقيناه. طب هسا في طالب بتساءل بحكي استاذ باسل انت حليته على الطريقة السبيشال، الطريقة السبيشال حلته بخطوة واحدة. طب هل يا ترى بنقدر نحل الجذر التربيعي على الطريقة اللي فيها مرمطة هاي؟ بنقدر ولا ما بنقدر؟ شو رأيكم؟ بنقدر عادي، بنقدر يا منتهى. احكيكم ليش بنقدر؟ ما هو جذر. بس مين احسن اشتقه على الطريقة السبيشال اللي هي مشتقة الداخل على الجذر في 2 في الجذر نفسه، ولا احله على الطريقة المرمطة؟ طب شو طريقة المرمطة هاي؟ فرجينا اياها. اللي هي اخوي هسا بكتب لك نفس السؤال بدي افرجيك انه بيطلع نفس الحل. هسا هاي الطريقة ايش حكينا؟ السبيشال. تمام؟ هسا هون الطريقة الثانية اللي هي ايش؟ جي اكس اخواني اللي هي هاي الاقتران تبع له اكس تربيع زائد 3. هسا اخواني في ملاحظة كثير مهمة. هسا انا اول اشي بدي اعمل له تجهيز، مي طريقة المرمطة بدها تجهيز صح؟ تقول لي اه والله تجهيز، طب يلا مش مشكلة. فبكتب كيف بجهزه؟ بحكي الرقم الداخلي لما ما يكون مكتوب بكون 1، الرقم الخارجي 2، يعني هاي بحولها لاكس تربيع زائد 3، وهنا القوة 1/2 صح؟ بتقول لي اه والله صح، مشتقة المرمطة هاي نسميها. بصير عندي نص في، هسا بدي اشتق هنا جي اكس، وهنا اخواني جي برايم للاكس. بدي اشتق، بكتب اكس تربيع زائد 3، بثبت المقام وبطرح سالب 1، ضرب مشتقة الداخل، مشتقة الداخل هي 2x. الله عليك يا استاذ، الله عليك، شوفوا علي. الان بدي اجي ارتب، بضرب 2x ضرب 2x ضرب الواحد اللي هون بتصير 2x، ضربت 2x بالواحد على 2. هسا لانه هذا الجذر اخواني، لانه هذا سالب، بنزله تحت القوس، بنزله تحت، ولانه القوة كسر بحوله لجذر. طب بالله ما هو نفس الحل، بالله ما هو نفس الحل. شوفوا قارنوا لي هذا مع هذا، نفسه ولا لا؟ نفسه. بس مين الأحسن ومين الأفضل لنا؟ نستخدم الطريقة السبيشال. يعني إذا إجاك جذر تربيعي، لا اشتق الداخل على 2 في الجذر نفسه، أريح لك من الخطوات هاي. الطريقة المرمطة هاي متى بنستخدمها أخواني؟ لأنه الجذر الثالث والرابع والخامس والسادس ما لهم طريقة سبيشال، ناس غلابة غلبانين بحياتهم، لا واسطات ولا غيره. هذولا لا، بدك تجهزه وترتبه وتشتقه زي هيك. هذا لا، هذولا مش غلابة، هذولا الناس اللي معاهم قروش، معاهم مني. تمام اخواني؟ طيب شوف هسا بدي اعطيكم عدد من الاسئلة على الجذور، انت احكي لي. نرجع اخواني الاعزاء، الان يلا بدي اعملكم عملية المقارنات البسيطة هاي اخواني. احنا بالجزء الخامس بقاعدة السلسلة، عارفين شو يعني الجزء الخامس؟ يعني أنا بحب أغلبكم، أنا زلمة كثير غلبة، بدي أغلب طلاب 2005 الأدب اللي عندي على البطاقة، واللي في المراكز واللي في المدارس، بس والله 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 ما بخلي طالب فيكم يرسب. والله ما بخلي طالب فيكم يرسب، بإذن الله تعالى طبعًا، هاي تقادير رب العالمين، لكن أنا حاط هدف.
حاط هدف انا خلاص جماعه 2005 السنه هاي بدهم ينجحوا ويفللوا ان شاء الله. فعشان هيك اخواني انا بالي طويل عليكم، شايفين بالي قديش طويل عليكم وماشي معاكم حبه حبه، وجد انا رايد لكم كل خير. شوف اخواني يلا خلينا نتسلى برضو. ها شوفوا علي، انا لو جبت لكم هذا السؤال هسه طبعا قبل ما نحلهم ونشتقهم بدي اياك انت تقرر هذا على اي طريقه احله. طبعا كلهم بنحله على طريقه المرمطه، لكن الجذر التربيعي بنحل على الطريقه السبيشال. طبعا هاي اول سؤال، وفي عندك كمان هذا السؤال. طبعا لو ما حطيت لك اثنين بتعرف انه تربيعي يعني مش سحر. ها شوفوا حبايبي شوفوا كيف الوضع. يلا شوفوا هو كيف المتعة اخواني، كيف قاعدين نتسلى نحن. هسه هذا السؤال رقم واحد اخواني، على اي طريقة بنحل؟ طريقة المرمطة ولا الطريقة السبيشال؟ اخواني ما تتناقشوا هسه، ما انا بتابعوا على الجروبات، تابعوا على الجروبات، افتحوا الجروبات الواتساب بتشوفوا انا شو باعث. هاي طريقة المرمطة، طريقة التجهيز. طب هذا السؤال رقم اثنين بنحل على اي طريقة؟ سبيشال، الطريقة الخاصة زي ما قال عبد الرحمن. طب هذا بنحل على الطريقة الخاصة، طب بقدر أحله على المرمطة كمان بزبط؟ بزبط، بس ليش بتحب تمرمط حالك يعني؟ طب رقم ثلاث إخواني كيف بنحل؟ مرمطة، طريقة المرمطة صح؟ طيب شوفوا علي هسا هذا بما أنه مرمطة أول إشي بعمل له تجهيز. بدي أجهزه وهو مرمط، فباجي بكتب اف الاكس اخواني طلعوا علي، باخذ اللي جوا القوس بطلع شو في جوا الجذر عفوا، هي الداخل وهي الخارج يعني 2 على 3. بعد التجهيز اشتقاق، هي بحط برايم يعني اشتقاق، باجي بشتق اخواني. كيف بشتقه؟ ها بضرب 2 على 3 ضرب الواحد اللي هون 2 على 3. طلع علي ركزوا، القوس بكتبه نفسه. والله يا اخواني اعطيتكم 60,000 سؤال على القوس، اوعك اوعك واوعك تخربطوا في الامتحان، كثير اخذنا اسئله عليه ولسه جايين نحل اسئله الكتاب. 2 ناقص 3 سالب 1، بطرح اللي فوق من اللي تحت. في مشتقه الداخل 2 اكس تربيع، لما اشتقها ايش بتصير؟ بتصير 4 اكس. هسه اخواني بدنا نرتب، يلا عشان نكون مميزين. ال 4 اكس بضربها مع اللي فوق، مش مع اللي تحت، مش تضربها بالثلاث، مع اللي فوق. 4 اكس ضرب 2 بتصير 8 اكس. على 3. بس بتطلع يا زلمه ليش مديت الخط هيك بشكل طويل؟ لأن القوة عندي سالبة، القوة عندي سالب وكسر، لأنها سالبة بضطر هذا أنزله تحت. والله اضطريت أنزله تحت. هسا هذا كسر بحوله إيش لجذر، هون جذر جذر. الرقم اللي فوق 1 واللي جوا 3، يعني هيك بيطلع معنا، هيك اشتقينا ورتبنا. هسا هون إخواني شوفوا ما أحلى طريقة السبيشال للجذور التربيعية، وكثير بتيجي في الامتحان وبتسهل عليك وبتوفر عليك وقت. الطريقة كالتالي، نشتق مشتقة مرة ثانية، مشتقة الداخل على 2. هسه في طالب بيسألني الاثنين القانون هيك بحكي لك، خلاص اكتب 2 وعلى الثقة ضرب الجذر نفسه. الله الله الله، شوفوا هون الحرفية اخواني، باجي بطلع شو مشتقة الداخل، بكتب اف برايم للاكس وتساوي. طبعا هاي الخطوة ترتيب عشان تكونوا بالصورة، يعني بعد ما اشتقينا رجعنا رتبنا. اف برايم للاكس وتساوي، بشتق اللي جوا، اللي جوا ايش عندك؟ الاكس اللي هي 1 ناقص اكس تربيع، لما اشتقها بتصير ناقص 2 اكس. الله الله الله، اشتقينا الداخل، هسا بجيب رقم 2 من بيت ابوي عادي، من بيت ابوي. ايش المقصود بالجذر نفسه؟ هاي فهمنا اياها. يعني هذا كامل بتمسكه هيك بتقول له تعال يا عمري انزل لي هون تحت. هيك معناها الجذر نفسه، هيك معناها. امسكه زي ما هو اكتبه هون بس، اكس ناقص اكس تربيع، وبارك الله فيك. طب هذا اخواني يلا في مجال نشتقه على الطريقه السبيشال؟ يعني في مجال هيك اشتقه؟ شو رايكم؟ يا الله ما اسهل هالطريقه،
ايه والله زبطت معانا، شو رايكم؟ هاي كويس هيك ولا لا؟ كويس حلي هون؟ طب ليش مش كويس؟ بزبط هيك اشتق؟ اكيد غلط، ما بزبط، لا تحاول ولا تفكر. طول ما هو الجذر مش تربيعي ما بزبط. معناته هنا ايش بسوي انا؟ باجي بنسحب بقول له تعال يا عمري هذا الحكي غلط. بقول له تعال هذا الحكي ما بصير. باجي اخواني شو بعمل؟ بقول له لا لا لا، هذا زلمه معهوش مصاري، معهوش قروش. معناته تعال علي جاي يلا. هون ايش اخوان القوة الداخلية؟ هسا في طالب بيجي بكتب لي هون 2 على 6، شو؟